أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% تخفيفا عن كاهل المواطنين. كما تشارك منظومة أمان بطرح سلع عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. حيثما توجد مبادرة كلنا واحد توجد التخفيضات على كافة أنواع السلع، فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية وقررت مد فعالياتها حتى نهاية شهر ديسمبر وفرت كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%، وهي امتداد لمراحل المبادرة السابقة التي انطلقت للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وهو الهدف من حرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة. حبك علينا يا بلدي فرض وهنبقى جنبك للنهاية. مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية وأفرعها المنتشرة على مستوى الجمهورية في هذه المرحلة من المبادرة، والتي تصل إلى 34 سلسلة ب 1051 فرعا على مستوى الجمهورية، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مشتركين في مبادرة كلنا واحد من أول ما بدأت، بنوفر كل السلع من رز، مكرونة، سكر، كل السلع موجودة بكميات كبيرة ومتوفرة وبأسعار مخفضة تحت إشراف وزارة الداخلية. بشكر فعلا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الجميلة اللي بيعملها، لأن فعلا الأسعار في متناول الجميع. يعني أنا تملي باجي هنا باخد كل السلع الاستراتيجية الموجودة هنا. الحمد لله رب العالمين، الحاجة متوفرة جدا، مبادرة كلنا واحد شغالة على حاجات كتيرة جدا، الأسعار ممتازة، كل حاجة الحمد لله فضل الله متوفرة، وده بفضل توجيهات السيد الرئيس. أنا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. وحرصت الوزارة على التنسيق مع كبار التجار والموردين لإقامة شوادر وسرادقات بالشوارع والميادين الرئيسية تتضمن معروضا كبيرا من السلع المتنوعة بالتخفيضات المعلن عنها. استمر فعاليات المبادرة حتى الآن بيترجم حرص وزارة الداخلية والسادة العارضين والمشاركين في المبادرة على تنفيذ تعليمات السيد الرئيس، وهي ضرورة الوجود مع المواطن، ضرورة توفير السلع الاستهلاكية اللي بيحتاجها المواطن، فاحنا بنطمن المواطنين من اللي هم المبادرة معاكم موجودة في كمية كبيرة جدا من المعروض، ودي كانت توجيهات السيد الرئيس، وبنفس الأسعار مفيش أي زيادة فيها إطلاقا. الأسعار كويسة لحد كبير، وكل السلع موجودة وسعرها أرخص من بره، في الخصومات كلها شغالة. نشكر الرئيس طبعا على المجهودات اللي معمولة دي، ونشكر وزارة الداخلية على المكان اللي متوفر هنا وتوفير مكان او حاجه بالاسعار اللي زي دي مختلف عن الاسعار اللي بره، دي حاجه كويسه يعني. والله كنت جاي الخيمه في مبادره كلنا واحد، لقيت كل حاجه موجوده وكل السلع موجوده، وحتى الرز اللي كنت بلاقوش بره وتملي باجي الاقيه هنا موجود، والاسعار خياليه في متناول الجميع. وبنشكر سياده الرئيس وكل وزاره الداخليه كلها ومبادره كلنا واحد. انا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصه لاي حد يمس حبه من تراب. كما تم توجيه قوافل من السيارات المحملة بالسلع الغذائية إلى الشوارع والميادين الرئيسية والأماكن الأكثر احتياجاً لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار المبادرة بنسب تصل إلى 60%. مبادرة كلنا واحد بالتعاون مع وزارة الداخلية أتاحت لنا الفرصة، ساعدتنا كتير في التنسيق، إن إحنا بنروح الميادين والقوافل، بنخش الكرة في أماكن كتير، إحنا عاملين كميات كبيرة من الأرز متاحة من وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الداخلية وبأسعار مميزة جدا. ومش لازم المواطن ياخد كميات كبيرة، كده كده العربيات موجودة كل يوم وبتوفر كل الأصناف، فالمواطن قادر ياخد المنتجات اللي هو محتاجها بس، وكده كده العربيات موجودة على طول وبتوفر كل الأصناف. المبادرة بتاع كلنا واحد جميلة صراحة، يعني السلع متوفرة كلها، والرز والسكر وكل حاجة، الأسعار جميلة، فرق عن بره طبعا. احنا بره بقى الحاجات دي اغلى، فيا ريت المبادرة تبقى موجودة على طول. انا جبت رز وزيت ودقيق لبيتي بصراحة، حاجات جميلة جدا، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر وزارة الداخلية. ربنا يخليك يا سيسي يا رب لمصر والشعب مصر. منظومة أمان ومن خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية تتوفر فيها السلع تشارك في المبادرة بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام، وجميع المنافذ موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مصر الكبيرة في كل ود وكل عصر.
كما قامت منظومة أمان بتوفير عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة وطرحها على المواطنين بأسعار رمزية. والله حاجة ب 550 جنيه السيسي عملها لنا ب 50 جنيه كتر خيره والله. فيها كيس مكرونة، كيسين مكرونة وواحد رز وواحد سكر وواحد زيت وفي تونة. أنا شايف إن الحاجات اللي فيها بصراحة أكبر بكتير أكتر من القيمة اللي هي موجودة اللي إحنا دفعناها ال 50 جنيه. شكرا يا ريس على المبادرة اللي حضرتك عاملها لنا، والأسعار كويسة جدا وإحنا كلنا مستفيدين منها، وتحيا مصر. حبك علينا يا بلدي فرض وهنبقى جنبك للنهاية. وتستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد لتحقيق مزيد من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الدولية التي تؤثر على أسعار السلع، وبهدف تحقيق التكافل مع المواطنين. مبادرة كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تحرص وزارة الداخلية على استمراريتها من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وهو ما تسعى إليه المرحلة 23 من المبادرة التي توفر احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل إلى 60%. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.